آمن بها إلى مشروع استثماري يتجسد على أرض الواقع. تربية الأرانب خيار أراده هذا الشاب من ولاية غردايا ليكتب له النجاح بكل المقاييس، والعامل في ذلك هو حبه لهذا النشاط جعله يوفر لهذه الحيوانات الصغيرة رعاية وتكفلا خاصا بها. كهواية في الدار بديت بكوبل وراني وسعت شوية المشروع تاعي حتى لقيت مساحة ما تكفينيش في الدار، كريت على برا وبديت نوسع شوية بلي موان تاعي والمقدور تاعي. يضم هذا المشروع الفريد في تربية الأرانب عدة أنواع مقسمة إلى 5 أصناف، ويعتمد صاحبه طريقة خاصة لضمان تكاثرها ونموها بشكل سليم. رانا نرب كاين 5 سلالات، الكاليفورني ونيوزيلاند والفرونسي نوار والدوميجيو كروازي والبابيون، هادو هما السلالات يسموهم السلالات المتوسطة، وهي مقاومة للمناخ هنا في الجزائر وإنتاجية في اللحم الله يبارك. نعول إن شاء الله نوسع أكثر، رانا واصلين دركا إلى 100 أنثى وإن شاء الله نوصل حتى 500 أنثى إن شاء الله. نطلب الهيئات المعنية بالدعم والتشجيع مثل المشاريع. هو مشروع يساهم في التنمية المحلية ويدعم التنوع في مصادر الثروة الحيوانية بولاية غردايا.